صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وصباح الخير والنور والإشراق، صباح التفاؤل، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالإنجازات على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي لكم جميعا. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، برنامج صحة وسعادة هو برنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون بوابة ونافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ محمد الصفار، ومن فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. فكل الأمنيات لكم بحلقة مميزة. مستمعينا، كما عودناكم بداية كل حلقة يعني ناخذ خبر من الأخبار التي تطالعنا به الصحف أو وكالات الأنباء. خبرنا اليوم يعني عنوانه يقول: الدولة خالية من زيكا ولجنة الجائحات تجتمع اليوم. الخبر تفاصيله يقول: أكدت وزارة الصحة أن الدولة خالية من أي إصابات بمرض فيروس زيكا، إذ لم يتم تسجيل أي حالة اشتباه فيما تعتقد اللجنة الفنية للجائحات في الدولة أو فيما تعقد اللجنة الفنية للجائحات في الدولة اجتماعا اليوم في مقر وزارة الصحة لبحث مستجدات ظهور إصابات بفيروس زيكا في الأمريكيتين، والذي يصيب الحوامل ويتسبب في تشوهات للأجنة. وتضم اللجنة ممثلين لهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، والهيئة الوطنية للأزمات والكوارث، وتدار وتترأسها طبعا وزارة الصحة. هنا قال رئيس اللجنة الدكتور حسين عبد الرحمن لجريدة الإمارات اليوم أن الدولة تطبق نظاما فعالا لرصد الفيروسات والأوبئة في المنافذ الجوية والبرية، وتتواصل بشكل دائم مع منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر المستجدات الصحية عالميا، مؤكدا أن الدولة لم تسجل أي إصابة بفيروس زيكا ولم تستقبل أي حالة مشتبه فيها بإصابتها بهذا المرض. وأضاف الدكتور حسين عبد الرحمن، وهو الوكيل وكيل الوزارة المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية وممثل الدولة في منظمة الصحة العالمية، أن الباعوض الذي ينقل المرض غير متوطن في الدولة، مما يقلل من فرص ظهوره محليا، لكن هي جهود تبذل دائما للحفاظ على الأمن الصحي في الدولة، جهود كبيرة حقيقة في هذا المجال. وهنا يعني نحيي ونشد على أيدي جميع العاملين في الحفاظ على أمن هذا المجتمع صحيا. للأمانة هنالك الجهود الكبيرة تقام في هذا المجال سواء في إمارة دبي أو على مستوى دولة الإمارات، فكل التحية لهؤلاء الأبطال. عموما اليوم كذلك مستمعينا يعني تم إصدار العدد الثاني من البيان الصحي، البيان الصحي والذي تصدره صحيفة البيان بالتعاون مع
هيئة الصحة بدبي. البيان الصحفي العديد من المواضيع الشيقة والجميلة، وأيضا هنالك عدد من الأعمدة التي تتواجد في هذا الملحق، فاللي حاب يطلع على بعض المواضيع الطبية المهمة، منها المشروبات الغازية يعني تراكم الدهون في الخصر، تقنية جديدة لتشغيل الدماغ وتعطيله، في أيضا حوار خاص مع المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، ومعلومات كثيرة في هذا المجال، وأيضا كذلك في يعني تعريج على الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح هذه الاستراتيجية، والتي تتركز يعني في الرسالة التي تسعى لها هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. عموما في هذا المجال يعني وقعت هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة بصحيفة البيان خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون لإصدار ملحق صحي أسبوعي لتعزيز أنماط الحياة السليمة، حيث وقعت الاتفاقية في مقر صحيفة البيان، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وسعادة منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلفة بمهام الإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام. كنا نستعرض معاكم هذا الملحق، يمكنكم الحصول عليه العدد الثاني من خلال صحيفة البيان اليوم، وحقيقة يعني جهد كبير، المواضيع كثيرة، وأيضا يمكنكم حتى من خلال زيارة موقع البيان .ae هنالك يعني بتشوفون الملحق موجود إلكترونيا في البيان الصحي، وبتتعرفون على كل المواضيع والأخبار التي تناولها هذا الملحق، والذي يضم يعني من بين الأخبار أطباء مستشفى دبي ينجحون في زراعة جهاز سمع إلكتروني بجذع المخ، في من المواضيع كذلك يعني في مواضيع طبية جميلة جدا وعالمية، منها الإقلاع عن التدخين يجلب السعادة، الجينات مفتاح سعادة الشعوب، الأذكياء أكثر قدرة على الثقة بالآخرين. يعني كل هذه المواضيع أنا ما أبغي أقراهم عليكم لأن ما أبغي أحرق الملحق عليكم، لكن في وايد مواضيع أعتقد ممكن الواحد يستفيد منها ويطلع عليها بشكل كبير. عموما مستمعينا، نحن نتواصل معاكم في برنامجنا اليوم، يمكنكم التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 أو من خلال الاتصال على الرقم 600551414. بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع حيوي حقيقة، الموضوع هو ما نتكلم فيه عن الرنين الحيوي، العلاج بالرنين الحيوي. اللي يبغي يتعرف على هذا الموضوع وعنده أي مداخلات أو أي استفسارات عن هذا الموضوع بيكون ضيفنا بعد الفاصل دكتور عيسى سليم، استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي من مستشفى راشد. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل ونرجع. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل وعدناكم أن نحن ما نتحدث عن موضوع شيق، حيث يعد قسم العلاج بالرنين الحيوي بمستشفى راشد، والذي تأسس عام 2002
الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في علاج مختلف أمراض الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وأمراض الحساسية المزمنة والربو والصداع وآلام المفاصل والروماتيزم والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض. للحديث عن هذا القسم وأهميته وإنجازاته والأمراض التي يعالجها ودوره في دعم استراتيجية السياحة العلاجية وهو أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الجديدة، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الخبير الدولي في الرنين الحيوي والاستشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي بمستشفى راشد الدكتور عيسى سليم، وهو بالمناسبة يعني حاصل على 6 براءات اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الخامات التي نفخر بها في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، حقيقة يعني الموضوع موضوع اسمه الرنين الحيوي، العلاج بالرنين الحيوي، وهو موضوع حيوي، موضوع فيه الكثير من المحاور التي نرغب في التعرف عليها، ولكن قبل ذلك خلنا نعرج على مفهوم العلاج بالرنين الحيوي بشكل عام للمستمعين الذين لا يعرفون ما هو العلاج بالرنين الحيوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أتقدم بالشكر لكم إلى هذه الدعوة الطيبة. هناك مفهوم الرنين الحيوي اللي خربط في الناس أو بيخلط في الناس ما بين الـMRI والعلاج بالرنين الحيوي. الـMRI هي طريقة تشخيصية تصويرية لتشخيص الأمراض، إنما العلاج بالرنين الحيوي هي طريقة تشخيصية وعلاجية. طريقة التشخيص في الـMRI طريقة تصويرية، التشخيص في الرنين الحيوي هي قياس ترددات جميع أعضاء الجسم بالدرجة الأولى، ثم قياس ترددات المواد التي تؤثر في الجسم، كذلك الأمر قياس ترددات الأدوية اللي بيتناولها المريض، وبعد ذلك قياس تردد الدم على جميع أعضاء الجسم. هنا توضح الصورة عنا بتكون بطريقة واضحة أكثر. يعني على سبيل المثال، لما بيحضر إلى المستشفى عنا عدد من المرضى اللي دائما بيعانوا من نقطة، يعني وهم عددهم قليل والحمد لله، إنه بيعانوا من آلام وأعراض مستعصية، وبيذهب من طبيب إلى طبيب إلى طبيب ومن بلد إلى بلد ومن دواء إلى دواء، وما توضح الرؤية شو في عنده. والقصة إنه تكمن إنه في علاج بالتشخيص، عملية التشخيص، إن هناك أمراض لا تظهر على الإطلاق إلى الطبيب بالشكل الذي يجب أن تظهر عليه. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا طرق التشخيص 3، هي تصويرية بكافة أنواعها من MRI للCT للإكس راي، أو مخبرية أو كلينيكالي. فهذه أحيانا إن هناك بعض هذه الأمراض لا تظهر إلى الطبيب، ولكن بعملية العلاج بالرنين الحيوي نعمل على قياس ترددات الدم. بهذه الترددات تماما كيف بنطلع على الراديو والتلفزيون، احنا في السماع الى الراديو او النظر الى التلفزيون، فقط احنا نبحث عن الترددات تبعت هذه المحطات، او قياس تردد الدماغ بالـEEG او القلب بالـECG. فانت بتقيس تردد، وهذا التردد موجود في كل اعضاء الجسم. احنا اللي بنعمله هو بطريقه دقيقه وتكنولوجيا عاليه، انه بناخذ عينه من الدم من الاصبع مثل مريض السكري، نقطه من الدم، ومنقيس تردد هذه النقطه على كل اعضاء الجسم. فهنا بتاتي الصوره واضحه. يعني احنا لما نعمل القياسات بدون الدم بنكون زينا زي المستشفيات، لا يظهر احيانا عندنا الصوره واضحه، لان بهذا التردد بيبين عندنا من الشكوى اللي بيشكي منها المريض او لا يشكو منها، يعني 2، هذا بيكون بيظهر عندنا. ثم بعد ذلك نذهب إلى قياس المواد، كل المواد الغذائية والصناعية، وأحيانا المريض بيحضر بعض المواد معه، مثل على سبيل المثال اللي هي أمراض الحساسية متخصصة بصبغة الشعر، أو الميك أب إلى النساء، أو قصة الدست أو الكلينيكال، المواد التنظيفية في البيوت، فبيحضرها، فمنقيس إحنا التردد عليها. لكن هنا أريد يعني أن أستغل هذه الفرصة، عسى الله أنه ينفعنا بها، إن هناك نقطة هامة جدا، ألا وهي إنه في المستشفيات على مستوى العالم أنت بتفحص تردد، بتفحص المادة على الجسم كله عبر الدم بالـIgE، لكن إحنا إيه اللي بنعمله؟ إنه إحنا بنفحص تردد المادة على كل عضو من أعضاء الجسم. لهذا يعني لا تكمن فحص المواد فقط بالحساسية، لا على الإطلاق، هذا جزء بسيط. يعني إحنا لما بننظر على سبيل المثال
نأتي إلى الصداع، نأتي إلى أمراض الغدة، الغدة الدرقية، نأتي إلى التليف، نأتي إلى التبول لا إرادي، نأتي إلى الصرع، أمور يعني عديثة قائمة طويلة. 80% مربوط المشكلة اللي عندنا القائمة في وين؟ في نظام الأكل. ما هو؟ إن هناك مادة، هذه المادة كل ما تناولها المريض بتزيد الآلام عندنا أكثر. أعطي مثل، يعني إحنا اطلعنا وننظر إنه مرضى، خلينا نجي للأطفال، الصرع. في مرضى الصرع إنه في بالتأكيد إنه إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا في الدماغ دلتا تيتا ألفا بيتا، هذه الأقسام الأربعة اللي بتقسم الرينج اللي هي المجال تبع الترددات داخل الدماغ. لما بيصير فيها تخالط من منطقة إلى منطقة فتيجي عندنا عملية اللي هي اللي متعارف عليه النوبة الصرع. لكن هذه النوبة بتزيد إذا تم للمريض تناول البطاطا، وهذا شيء غريب، أو السكريات بكافة أنواعها، إذا الغازية أو الحلويات، فمنشوف إنه التردد هنا عندنا بيزيد على النقطة الفوكس اللي فيها نقطة الدماغ اللي فيها للنوبة، فبتكون قوية جدا. إحنا ماذا نعمل؟ إحنا بنعمل على أولا القياس تصحيح الترددات داخل الدماغ، ثم ما بين الرايت والليفت هيمسفير، الجانب الفص الأيمن والأيسر، ثم نعمل على إنه هذه المادة تصحيح ترددها. الآن يسأل السؤال، كيف تصحح؟ ماذا تعمل؟ ألا وهو نأتي بالسؤال، كيف يتعرف الجسم على المادة؟ يتعرف الجسم على المواد كاملة عبر ترددها وليس عبر شيء آخر، يعني تماما الجسم بيشتغل زي الريموت كنترول، كيف بتدور على المحطات كذلك الأمر. الآن المادة اللي ترددها غير مقبول داخل الجسم هي اللي بتعمل مشاكل. ليش غير مقبول؟ لأنه في الجسم نفسه في وين؟ في عنا مشكلة، تردد المادة ثابت، تردد الجسم متغير. يعني نضرب مثل آخر، مثلا الحساسية عند الأطفال حساسية الحليب، هو بحاجة للحليب، ولكن كل ما أخذ حليب البقر كل ما زادت عنده المشكلة. يبقى المشكلة داخل الجسم، كيفية تصحيح تردد الجسم. طيب دكتور، أنا اللي أفهم من كلامك أن مبدأ العلاج بالرنين الحيوي يقوم على فصل الموجات السليمة عن الموجات المريضة، وتقوية هذه الموجات السليمة وإزالتها عن جسم المريض. يعني بمعنى أن إذا تكلمنا، أن أنت ذكرت مجموعة أمثلة خاصة بالعديد من المواد التي قد تؤثر على جسم الإنسان، أنا استغربت أن معظم مواد غذائية، لكن ذكرت حتى تطلبون الشغلات اللي حوالين المريض، أدوات التعقيم، العطور، التجميل، كذا. فهذه الأمور كلها تساهم في تحديد وتشخيص الحالة المرضية اللي موجودة عند المريض. لكن دكتور، الآن السؤال اللي يتوارد في ذهني، مدى دقة هذا التشخيص من خلال هذه الآليات التي تعملون بها؟ شوف شوف السؤال، أولا جزاك الله خير على هذا التنويه. إحنا بننظر العملية، إحنا لا نتحدث عن إنه والله إحنا ما نعمله هو 100%، ولكنه لغاية هذه اللحظة أفضل ما موجود على مستوى العالم بعملية التشخيص. لماذا؟ لأنه اللي عندنا قياسي، ما في عندنا إنه أجي أنظر إلى المريض وأقول أعتقد، أتخيل، أتصور. واللي عندنا ليس عملية كمبيوتر إنه بدي أوثق، اللي عندنا مينوال، يعني إحنا عندنا الكمبيوتر وعندنا الجانب المن، إحنا بنذهب بالتأكيد على قياس تردد المادة على المريض وعلى عضو المريض. فبهذا فبتكون عندك القراءة واضحة، بدليل إنه عندما تعمل أنت في عملية العلاج واللي إحنا رح نيجي لإله اللي أنت سبقت فيها وتفضلت فيها، إن حنجد إنه النتائج اللي عند المريض تكون واضحة ومبهرة، بدليل إنه طريقة التشخيص دقيقة. إنك أنت لما بتيجي بتأخذ تردد المادة، لأن الجسم خزن هذه التردد بطريقة خاطئة، وأخذ سبيكتروم، أخذ مجال من إلى، في هذا المجال الترددات بتكون عند في جسم الإنسان معكوسة. فعندما يتدخل على سبيل المثال الحليب، هو بيعتبر الحليب كمواد مضادة، فبتبدأ عملية إفراز الهستامين في الأكزيما وغير ذلك، فبتبدأ عملية إفراز الهستامين وبتبدأ عملية الأمور العالية جدا. لأن أنت ماذا تعمل؟ أنت مثل ما تفضلت بتفصل الترددات السليمة على المريضة، صحيح، لكن الأهم من ذلك أنك أنت تصحح الترددات الخاطئة داخل خلايا الجسم. وهذا التميز، أنك أنت بتعمل على تصحيح هذه الترددات، بحيث مستقبلا عندما يأتي المريض ويلتصق بالمادة أنه يشرب حليب مرة ثانية،
إنه شو بيصير؟ إنه ما بتعمل عنا الأكزيما وبتعمل عنا الترددات العالية جدا. يعني أضرب مثل بسيط جدا، شوف مثلا عند الأطفال التبول لا إرادي. التبول لا إرادي ما هو؟ إحنا بنتحدث على المجال تبعنا، لا أريد أن أدخل في المجالات الأخرى. لأن التبول لا إرادي هو كالتالي، إنه عند المثانة تردد خاطئ على 52 كيلو هيرتز. على 52 كيلو هيرتز هنا تردد الحليب، هذا الطفل أهله بشربوا الحليب وهم لا يعلموا، فبتلاقي أنه عنده التبول الإرادي وبيستمر معه. الآن لا تستطيع المثانة التحكم بالحليب على 52 كيلو هيرتز. اللي بنعمله ليس عملية إيقاف الحليب كافي، إيقاف الحليب جزء جيد ولكنه ليس كافي. إحنا اللي بنعمله أنه أنت بتعمل عبر جلسات متعددة أنك كيف تصحح تردد المثانة، الخلايا في المثانة، بحيث أنه لما يأتي الحليب ب 52 كيلو هيرتز أن تعدي الإشارة دون أن تحدث التبول لا إرادي. هذا كمثال بسيط جدا. يعني هذا أنا على بالي طول الفترة الماضية أن هذا موضوع نفسي أكثر من أن عضوي دكتور. يعني أنا أعطيك يعني في هذا المثال مثلا أتكمل تفضل. الآن دكتور يعني اللي يشوف أن الخدمات اللي تقدمونها في مختلف الأمراض، مختلف الأشياء اللي يعاني منها الإنسان بشكل عام، يا ترى أين تتركز هذه الخدمات التي تقدمونها في قسم العلاج؟ شوف إحنا كلمة يعني حق تقال، منذ أن تأسس قسم الطب التحكمي والطب البديل وأيضا العلاج بالأوزون مع زميلي وأخي الدكتور أحمد الجزيري، هناك ما يعني عدد قد تستغرب، إحنا نفوق 50-60 ألف مريض الآن في الأكتة اللي عنا. فالآن في أنت لما بتنظر إنه المرضى اللي بيجوا لعنا من هم؟ المرضى اللي هم دقوا أبواب عيادات ومستشفيات داخلية وخارجية، يعني ما بيجي لعنا يعني ووكين كلينيك والله أنا بس لأنه أنا عندي حساسية أو عندي، لا هو بيكون طلق أبواب عديدة، آخر الأبواب بيعتبرنا نحن. والحمد لله رب العالمين، الله إن كان نحن جميعا يعني في الطب البديل إنه تمكننا من مساعدة عدد كبير من المرضى وتوفير العلاج عليهم بالخارج أو حتى في الداخل. نعم. وحل مشاكل جذرية حقيقة عند بطرق بسيطة سريعة وغير مكلفة مقارنة بالتكلفة الخارجية. جميل دكتور، أنا بأخذ المزيد من التفاصيل عن هذا القسم وعن هذا العلاج وهذا الموضوع اللي حقيقة شيق جدا، لكن بعد ما أوقف مع فاصل قصير مستمعين اللي حاب يتداخل معانا عن طريق الرسائل النصيه على رقم 4006 وعبر الاتصال على رقم 600551414، فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. قبل الفاصل توقفنا مع الدكتور عيسى سليم استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي بمستشفى راشد، وكنا نتحدث عن مفهوم الرنين الحيوي والأمراض التي يمكن تشخيصها وعلاجها بهذا المفهوم. دكتور يعني من بين الأسئلة اللي يتني يقول السلام عليكم، عندي اعوجاج خلقي في العمود الفقري والألم يومي، الحمد لله ما أدري المسج شوية رايح ما فهمت شيء، العلاج هل تستطيعون مساعدتي؟ العنوان مرة أخرى، يبون عنوان العيادة وأيضا يتحدث عن اعوجاج خلقي في العمود الفقري. نعم، أولا ننظر للعمود الفقري. هذه يعني الحمد يعني جزا الله خير على هذه هذا السؤال. الدرجة الأولى ما هي؟ إنه كل فقرة من فقرات العمود الفقري مربوطة بعضو. يعني أعلى العمود الفقري مربوط بالغدد والهرمونات والأوعية الدموية. لما بكون عندنا ألام في أسفل العمود الفقري، وهذا بيشمل الجميع نساء ورجالا، قولون، مثانة، مسالك تناسلية، فهذول بيبعثوا إشارات كهربائية لوين؟ إلى الغضروف، فبيتمدد الغضروف وبيضغط على الأعصاب. لأن لما بكون عندنا في العيب الخلقي هنا بده يكون في عندك إنه إذا كانت الحرف الاس إنه بدك إن هناك التدخل الجراحي والعمل تبع الفيزيوثيرابي. لكن دعنا
أنه ننظر إلى المريض ونطلع كيفية الترددات تبعت الأعضاء، هل تؤثر على منطقة الألم أو لا؟ بالضبط. ونحن نذكرهم بمكان وجودكم دكتور، لكن بعد ما نأخذ هذه المداخلة مع الأخ مشعل. مشعل يا ليت تختصر لي. مشكور أخي العزيز، أنا مشعل بالقاسم القاضي. تفضل. الحقيقة سعيد جد من الصحة المنطقة جدا من الدكتور بخصوص هذا الغنين الحوي. نعم. مداخلتي في نقاط موجودة جدا، إنه أنا ما كان عندي خلفية عن غنين الحوي، لكن أنا كشخص كنت مراقب لحياتي يعني في إيش أكل إيش أشرب إيش ألبس إيش أستخدم من عطور، فكنت ألاحظ إنه في تغيرات وما عندي دلالات. ساعات أنا أقول يمكن أنا بتوهم نفسي من عندي إنه الأشياء هذه تأثر في حياتي. طيب. فكانت بعض الأشياء لاحظها إنه استخدم لعذر محدد، لأن ما هذه احترض لي إنه تغير مزاجي بصورة كبيرة جدا، أوقف العذر هذا استعيد توازني. صحيح. في كثير من الأحيان يمكن كان يجيني أرق يعني في غرفة النوم ما أنام كويس، فبعد شوي لقيت إنه والله أنا كنت استخدم يعني أشحن الهاتف الجوال أكثر من هاتف في غرفة النوم، التلفزيون وكذا، فبعد ما حولت الأشياء هذه للصالون وخلت الغرفة خالية من جميع الأجزاء، حسيت إنه بعد فترة أن جاتني رغبة في النوم بصورة أكثر، حسيت إنه مستغير أكثر. فكلام الدكتور هذا جد هو حقيقة، يعني إنه نحن في كثير من الأشياء في كثير من الحقائق، إنه نحن طريقة أكلنا وشربنا وإيش نستخدم من مواد أخرى من عطور إلى ما آخره تؤثر على 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 صحة على الشخص بشكل أو بآخر. صحيح. مشعل أضيف لك أي تفضل، بس أعطينا نقطة أخي معلش للمقاطعة يعني على الدكتور هذا، يمكن أنا الحين لو يعني في أكل شيء يعني بعض الوجبات في فترات متباينة أحس إنه هذا زاد وزني، أحس إنه مزاجي تغير، ممكن أحس إنه أنا نشاطي الحيوي ممكن نشاطي الجنسي أو نشاطي الرياضي اختلف بسبب تناول المواد الغذائية محددة. أنا راجل نفسي لوحدي يعني، فبعد فترة أقوم أوقف هذي، أحس إنه بعد فترة بعد شهرين استعيد توازني. أشكرك يا مشعل. أي معلش أخي العزيز، ما كنت أعرف إنه في غنين الحوي هذا، لكن كل ما يقول الدكتور هذه حقائق اجتماعية وجد كثير من الناس يعانون وما يعرفون إنها الأسباب. شكرا يا مشعل، واضح المداخلة وجزاك الله خير على هذه المداخلة. دكتور في سؤال ثاني يقول السلام عليكم، هل ممكن علاج تساقط الشعر المزمن وعلاج التوحد الشديد مع زيادة فرط الحركة الشديدة والسكري بالرنين الحيوي؟ وجزاكم الله خير. أولا دعني أن أرد على أخي مشعل، جزا الله ألف خير، يعني حقيقة هو يعني جاوب كان إجابة يعني شافية كاملة على ما نتحدث عليه، إن هناك بيصيب المرضى بعض الأرق، بعض الأوال عدم الاضطراب في النوم، وهلما جرب بده ينظر إيش أكل، وهناك بعض الأكل اللي هو بالفعل تردده لا يتناسب مع تردد المريض. الآن بده ينظر أيضا إلى التوقيت، أنت هناك بدك تنظر إذا أكل متأخر بعض أنواع الأكل اللي هي ضارة لإله، الجسم الميتابوليزم الجانب الأيضي تبع الجسم بيحتاج إلى وقت معين إلى أن يتخلص منها. فأنت إذا أخذتها وفي آخر الليل وهذه غير مناسبة لإلك طبعا ما راح تقدر تنام، هذا صحيح. الآن نأتي إلى السؤال الآخر اللي هو تساقط الشعر. ما نأخذه باختصار دكتور. نعم. يقول تساقط الشعر المزمن هل يمكن علاجه؟ نعم، شوف تساقط الشعر خلينا نطلع ليس عملية السؤال كيفية العلاج، أولا نعمل ما هو التشخيص. تساقط الشعر له علاقة كاملة 100% بالدورة الدموية، أي أنه إحنا بدنا ننظر إلى عملية المياه. لما إحنا بنشرب المي، المي مهمة جدا لإلنا لعملية تخليص الجسم من السموم عبر نوعين، عبر المنطقة. أنا بشرب نعم. مي بعد نعم. الحين تفضل. نعم. بس مي صحيحة. المي الأولى إنه أنت بدك تأخذ هذه المي، فبتتخلص الجسم من السموم عبر التبول بالطريقة من الكلى إلى المثاني إلى التبول، والطريقة الثانية عبر الجهاز الهرموني عبر العرق. لكن يعني بدنا ننظر هل نوعية المي اللي أنا بشربها سليمة؟ كل ما زادت TDC أي المواد الصلبة داخل المي، كل ما زادت الترسبات داخل الأوعية الدموية. نأتي إلى تساقط الشعر، إنه كمية إنه البصيلة موجودة بدليل لو أخذنا أدوية وهلما جرب ترجع مرة تانية الشعر بيطلع. ليش بيتساقط الشعر؟ لأنه هناك الكلى مهمتها إلها ثلاث مهمات أساسية، أن تفصل البول الله يعزكم عن الدم، اثنين تتحكم بدرجة الحرارة تبعت الجسم، وأيضا إلها علاقة قوية جدا في عملية الضغط. الآن في عملية فصل البول اللي هو البول الإنسان مكون من الأملاح والأحماض وغير ذلك، هذا لا يتم الفصل 100%، فجزء من هذه الأحماض والأملاح يبقى في الدم. أين يترسب؟ بيترسب على طبقة على طبقة الدماغ فوق. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، إنه في هذه المنطقة الحركة الدموية فيها بطيئة، لأن بتعمل هذه الأحماض نوع من الحاجز ما بين بصيلة الشعر والشعرة،
فبيبدأ عملية التساقط. أغلب المرضى اللي عندهم تساقط شعر بيكون قليلي شرب الماء ونوعية المي كذلك النظام الغذائي. لأن نأتي إلى التوحد حقيقة طبعا. هو أدخلنا هنا في مجال واسع كبير. يعني أنا يعني أريد أن أنوه هنا إلى نقطة هامة جدا نختصرها دكتور لأن الوقت قاعد. نعم نعم نعم. التوحد له علاقة بالتردد تبع الأمهات. لما تردد الأمهات خلال الحمل غير سليم عندك 4 أو 6 إلى 7 أمراض ممكن أن تأتينا. أولا هايبر أكتف العصبية المفرطة، الحساسية المفرطة، أمراض السكري، أمراض القلب عند الأطفال كله أنا بتحدث، ثم غسيل الكلى، الصرع، التوحد. هذا كله له علاقة بتردد الأم. يعني تردد الأم غير سليم بعد صار تردد الجنين غير سليم، ولهذا احنا الوحيدين على مستوى العالم اللي منعالج ترددات الأطفال خلال الحمل. بالضبط أنا هذا كنت أبغى أتكلم عنه دكتور، يعني موضوع علاقة هذه الترددات أثناء الحمل على المرأة. يس. نعم نعم. خلنا أخذ شوية بتفصيل وشو اللي تسوون نعم. أنتم من علاجات. نعم. أخي الكريم كل هذه الأمراض وأنا يعني اسمعوني الأخوة المستمعين إنه كل الأمراض هذه تتكون ليس لها علاقة بالجانب الجيني، بدليل أن السكري والتوحد لغاية الآن ما له رقم جيني عند الأطفال. إحنا بنعمل تاريخ للأب وللأم تاريخ كاملة عائلي نجد أنه ما عندهم سكري، ولكن عندنا ابنه عنده سكري. نجد أنه الجين تبع هذا ليس مرض جيني أبدا، ليس لها علاقة إذا كان متجوز بنت عمه أو متجوز واحدة من جنوب أفريقيا، ما لها علاقة أبدا. إنما أين العلاقة؟ أنه تردد دم الأم غير سليم وإلها مواصفات عنا، لأن لما بيصير عندها ترددها هي بيصير تردد دم الجنين غير سليم. لما بيصير تردد الدم فبيصير إنه العملية اللي هي التطور تبع الجنين خلال الحمل حظك الآن لأن إلها طبعا بروسيدرز كبير أن تأتي هذه الأمراض. نحن ماذا نعمل؟ إحنا أجينا في عملية البحث ووجدنا أنه نقطة هامة جدا ألا وهي أنه هذه الأمراض لا تتكون إلا فترة الحمل اللي الفترة ممنوع الاقتراب من المرأة الحامل. وجدنا أنه يجب أن تكون هناك طريقة تساعد الجنين وتساعد الأم خلال الحمل، وعندنا كم كبير يعني إحنا في هذا المشروع حتى على المدارس على 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 ماذا نعمل؟ نصحح ترددات الأم خلال الحمل. نحن نفضل وهذا اللي نعمله في المدارس أنه نصحح ترددات البنات قبل الزواج بحيث أنه لما تتزوج يكون ترددها سليم، يكون عندها الحمد لله أنه يكون عندنا حمل سليم، طفل سليم، ومجتمع سليم بأقل التكلفة. السؤال المطروح وهنا آتي إلى استراتيجية الصحة لدبي مثل ما تفضل سمو الشيخ محمد بن راشد وفقه الله أنه على نقطة هامة جدا أنه كيف تسعد المجتمع. سعادة المجتمع لا تأتي بعملية الإنفاق الزائد وإنما في تقليل أو محي كليا أسباب الأمراض، وهي تأتي في عملية بداية القصة ألا وهي في قصة تصحيح هذه الترددات بنظام غذائي سليم بنظام مائي سليم. أن تكون عندنا هذه الثلاث المقومات حتجد أنه في هناك عندنا مجتمع سليم. في عملية التصحيح بيصير تصحيح الجنين. فإحنا شو بنعمل؟ ايضا بتشوف انه التلوث اللي بيصيب الجنين اللي تردد الدم تبعه غير سليم خلال الحمل فورا بعد الولاده بده يروح للتطعيم. فهنا لما بيروح للتطعيم بتزيد القصه، يعني بتزيد المشكله عنده اكثر. لماذا؟ لانه التردد السليم بده يكون باتجاه اليمين، هو عنده التردد تبعه في الدم باتجاه اليسار، فبيصير كل الميكانيزم تبع الجنين بيشتغل باتجاه معاكس. نعم دكتور خلينا نتحدث الآن بما أننا نحن تطرقنا للاستراتيجية، هنالك يعني دور كبير للقسم عندكم في استقطاب المرضى من الخارج ودعم استراتيجية السياحة العلاجية بدبي، خلينا نتحدث عنها بشكل مختصر لأن نعم. عندي آخر سؤال أبغى أسألك إياه بعد هذا السؤال. نعم إحنا بننظر إنه حقيقة يعني إنه المركز عندنا، إحنا المركز عندنا في مستشفى راشد وعندنا المركز الطبي للعلاج برانين الحيوي في الجميرة بيستقبل 90 بل أكثر من ذلك 90% من مرضى هم من خارج الدولة، من دول الخليج، من أمريكا، من أوروبا، من الدول العربية، بيأتوا إلى العلاج وبيأخذوا الجلسات وبيذهبوا، وهذا تشجيع للسياحة الطبية. تفضل دكتور. نعم نأتي إلى جانب آخر إنه أنت عندك عنا عدد كبير من المرضى إن المرضى اللي كانوا مثلا كاتب إنه بدي يذهب إلى العلاج في الخارج ألغى رحلته إلى الخارج وبتقى عنا. ممتاز دكتور، بس عشان التواصل معاكم في مستشفى راشد كيف ممكن الواحد يأخذ المواعيد؟ نعم على قسم العلاج بالرنين الحيوي في مستشفى راشد على 04-219-2211 أو القسم اللي هو الخارجي 04
3-4-2-0-2-2-2. نعم شكرا لك دكتور. وهنالك الكثير يعني من المسجات يسألون عن أرقام التليفون وكذا، فذكرناكم اللي هي 0-4-2-1-9-2-2-1-1. الرقم الثاني ما يحضرني دكتور، لكن 3-4-2-0-2-2-2. طيب، وأيضا في مجموعة أسئلة دكتور كانوا يتكلمون عن الحالات اللي ممكن الواحد يعالجها بالرنين الحيوي، لكن أنا أوعدكم مستمعينا إن شاء الله خلال المستقبل القريب من نستضيف الدكتور مرة ثانية، ما نتطرق لنا في وايد مواضيع ما تكلمنا فيها في هذا اللقاء، لكن تسمح لي بس كلمة أخيرة. أنا بعطيك الكلمة الأخيرة. نعم نعم نعم. أنا أتمنى أن يكون الحلقة على موضوع معين. لماذا؟ أن يعني حتى تغطي كل المواضيع، حتى تغطي لكل الناس. إنك تأتي مثلا على قصة الأمراض عند الأطفال، ماذا نعمل؟ ما يعني ماذا نعمل؟ التشخيص والعلاج، من ثم ننتقل الى موضع فبيكون بتخطي كل شيء بصفه كامله. الحمد لله. صحيح. دكتور عيسى سليم، استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه الزياره وهذه المشاركه، وامتعتنا حقيقه بهذه المعلومات اللي ذكرتها. الان مستمعينا ما ننتقل الى او منعود الى الملحق الخاص بالبيان، هذا الملحق الذي قامت باصداره صحيفة البيان وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ومعايا الأستاذ أحمد الحمادي. ألو ألو، مرحبا أستاذ أحمد. أنا بس عشان ما أغلط في البوزيشن، يا ريت أنت تقول لي شو المسمى الوظيفي. ما في مشكلة، أحمد الحمادي ذيب. يا أخي أنت رجل متواضع دائما. الله يسلمك الله يسلمك. أخوي أحمد، إذا بتكلم أنا عن أحمد الحمادي مدير التنفيذي الإداري لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، أتمنى البوزيشن يكون صحيح. صحيح صحيح, صحيح. ممتاز. إذا بتكلم عن هذا التعاون اللي صار بينكم وبين هيئة الصحة، يا ترى خبرنا عن هذا الملحق. والله في البداية أنا يعني أشكرك على الاستضافة، والشيء الثاني هو هذا ملحق أسبوعي، ونحن سعداء جدا بالتعاون مع هيئة الصحة. تدري الإعلام له دور، ودور الإعلام أنه الأكثر قدرة على إيصال المعلومة أو نشر ثقافة معينة، فلامتلاك الوسائل يعني والاتصال بالجمهور بشكل مباشر. فالملحق هذا عبارة عن ملحق أسبوعي يظهر كل أحد مع صحيفة البيان بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي. الملحق يمكن يحمل رسائل للجمهور عن الثقافة الصحية، عن الصحة، عن السمنة، عن المشاكل اللي يعني الناس تبغي تعرف عنها بشكل أكثر. التعاون هذا مع الإعلام، مثل ما قلت لك الإعلام عنده قدرة، وتحديدا نتكلم اليوم عن صحيفة البيان، عنده قدرة على الوصول للجمهور بشكل كبير من خلال الصحيفة الورقية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني اللي هو تقريبا يتصدر مواقع الصحف في دولة الإمارات. الشاهد أن التعاون هذا إن شاء الله بيكون مثمر، وإن شاء الله يعني بيكون فيه وسيلة من وسائل الاتصال للتوعية، للتثقيف، لإرسال المعلومة، وحتى أخذ المعلومة من الجانب الآخر من الناس إذا كانت عندها مجموعة مواضيع تبغى تسأل عنها. الملحق فيه متنوع، فيه متخصصين، المقالات اللي موجودة فيه أو المادة اللي موجودة في الملحق مادة علمية متخصصة، مب يعني مب مكتوبة بشكل عادي، من ناس متخصصين، من دكاترة، من يعني من علماء، من ناس من أهل المهنة يعني. جميل. هذا باختصار يعني تقريبا الملحق بشكل عام عن ماذا يتكلم ومحتواه يعني. طيب استاذ احمد، يعني اليوم صدر العدد الثاني من هذا الملحق البيان الصحي، يا ترى يعني كيف تقيمون هذه التجربه، وهل تلقيتم اصداء حول هذا الملحق سواء بالايجاب او بالسلب؟ والله شوف يعني انت عشان تقول من ثاني عدد ان انا حصلت على كل الفيدباك بشكل علمي صحيح، طبعا ما تقدر تقول، لكن الحمد لله يعني المؤشرات الاوليه في تقبل عند الناس، الناس حابه ان تكون عندها معلومه صحيه علميه
بشكل أسبوعي تقدر تتأثر عنه. الحمد لله يعني الأصداء جدا جدا مشجعة، وإحنا نقدر نقيس هاي الأصداء من خلال المواقع الإلكترونية اللي عندنا وعدد الناس اللي يدخلون الملحق هذا ويقرون بشكل يومي أو حتى على مدار الساعة. فالحمد لله يعني الملحق أصداء جدا جدا ممتازة حتى الآن، ونحن مع الأخوة في هيئة الصحة إن شاء الله بتكون عندنا متابعات بشكل يومي عشان نقدر من خلالها نحدد الأماكن اللي الناس محتاجة أن تتقى فيه بشكل أكبر وبشكل أعمق يعني. لكن الحمد لله المؤشرات جدا ممتازة، ويعني بعد أنا شاهدت شوي مجروحة، ممكن القراء أو الناس الآخرين يتكلمون عنه بشكل أكبر، لكن أكد لك يعني أن الحمد لله ملحق نوعي. أنا أدري يا أحمد نحن طلعناك من اجتماع مهم، لكن يعني آخر سؤال عندي أو آخر شغلة، دائما أنا متعود لما استضيف أي ضيف عندي أقول لك كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين. والله أنا ما أنا أقول لكم مشكورين على الاستضافة، يعني أنا نادر ما أطلع في مقابلات يعني، لكن أقول لكم مشكورين ما قصرت. نحلي نشكرك أستاذ أحمد على يعني وقتك، أستاذ أحمد الحمادي المدير التنفيذي الإداري لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله سواء في هذا الملحق أو في غيرها من الشراكات في صحيفة البيان. كل الشكر لك ونشوفك إن شاء الله قريب إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله مشكور على ذلك. الله خير. عموما مستمعينا يعني للأمان الملحق في الكثير من المواضيع اللي ممكن الواحد يستفيد منها في حياته، في الكثير من الشغلات اللي الدراسات والكثير من المعلومات اللي الواحد حقيقة لو طبقها في حياته ممكن يعيش بنمط صحي جيد ويقي نفسه الكثير من الأمراض. دائما ما نقول يعني الوقاية خير من العلاج، فهذه الكلمة علمونا إياها في المدرسة ولكن للأسف نحن ما نطبقها. فنحاول قدر الإمكان أن نحن نعيش هذا النمط الصحي من الحياة، ونحاول قدر الإمكان أن نتجنب أي شغلات سلبية ممكن نحن نسويها وتأثر على صحتنا، لأن في النهاية يعني الصحة ترى تاج وكنز. فما نتمنى أن نشوف أي شخص مريض أو يشكو أي أمراض يعني ما تكون مزمنة ما تكون كذا، لأن في النهاية نحن نسعى إلى مجتمع صحي. حقيقة الصحة هي الأساس دائما في سلامة أي مجتمع وتساعده في تحقيق الإنجازات، وهذا اللي نحن نحاول نسويه ونجسده بشكل أو بآخر في مجتمع دولة الإمارات وفق الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وحقيقة استراتيجية واضحة لدينا في هذا المجال واهتمام كبير من القيادة العليا، لكن يبقى الاهتمام الأكبر أنك أنت تشوف نفسك وتهتم بنفسك على أساس يعني تقي نفسك تواجد في المستشفيات والعيادات إلا في حالة الضرورة. عموما مستمعينا وصلنا نحن إلى ختام برنامجنا وختام هذه الحلقة لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة، مع يعني إنجازات جديدة، ومع ملاحظاتكم، مع استفساراتكم، ومع مشاركاتكم. نشوفكم باكر بإذن الله. ودائما ما نقول يعني قبل أن نختم نتوجه بالشكر لمخرجنا محمد الصفار، والشكر لفريق الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، والشكر كذلك لكم أنتم على هذه المداخلات، لأن في النهاية البرنامج منكم ولكم. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.